السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه مني دودو. النهارده مش انا اللي عامله الاكل، النهارده بنتي اللي عملته، وانا مبسوطه قوي 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 ان هي عملت لي محشي كمان. يعني حاجه مش سهله، حاجه صعبه، وفي امهات كتيره بيستغلسوا المحشي ان هم ما يعملهاش الخطوات كتير، بس لقيتها النهارده الصبح صحيت وطلعت الحاجات من الفريزر. كان الكرنب جاهز في الفريزر ومتقطع، وورق العنب برده كان جاهز في الفريزر، لقيتها طلعتهم وقالت لي انا هعمل محشي. كان عندي كام بتنجانيه كده، حتى مش كانوا للمحشي يعني، بس هي اللي قورتهم برده وعملت ورق عنب وبتنجان وفلفل والكرنب. طبعا انا مبسوطه، وقلت هشارككم معايا الفرحه دي ان هي تعمل ازاي محشي يعني. وما كانتش حابه حد يساعدها خالص خالص خالص، كل ما ادخل المطبخ تقولي لا اخرجي، مش عايزه اي حد يساعدها، ولا اختها ولا انا. فطبعا انا دقت جوه، طبعا هو سخن ملهلب جميل، طعمه حلو قوي، نفسها حلو قوي في الاكل. تسلم ايديكي طبعا يا حبيبتي، واغرفه بقى معاكم. صوابع زي ما هي ملفوفه، ما فكتش صراحه ولا حاجه. هي اول مره تعمل محشي اصلا خالص، هي بتساعدني في اللف، لكن اول مره تعمل المحشي كله لوحديها. كانت مصره النهارده مش عارفه ليه، بس انا طبعا مبسوطه وفرحانه. قلت بقى اوريكم المحشي بتاعها. والله ما كان على بالي محشي خالص النهارده، انا كنت هعمل مقلوبه، ما كنتش هعمل محشي اصلا. فدي بقى ايه، مفاجاه في حد ذاتها، دي مفاجاه. معلش البتنجان كبير شويه. هي اللي عملت الفراخ دي برضو اهي، كانت مصره تعملها برضو من الاول للاخر، بس انا اللي غسلتها صراحه، لكن هي اللي تبلتها وحطيتها في الفرن. طبعا شكلها حلو قوي، انا لسه ما دقتهاش الصراحه. انا مبسوطه طبعا ان هي تعمل كل الاكل مع انها صغيره لسه، عندها 16 سنه، بس برضو حلو جميل لما تلاقي محشي كده جاهز. هي الفراخ اهي، وريها لكم انها مستويه. عملتها بتتبيله حلوه قوي، بس انا طبعا ما صورتش اهي. حلوه قوي بجد، جميله، مش عشان بنتي، عشان انا كده بقول شهادتي مجروحه انا عارفه، بس هي جميله وما حلوه قوي. اتفضلوا معانا بقى، هي سخنه مش عارفه امسكها. سخنه سخنه سخنه، بس ريحتها حلوه قوي وطعمها جميل جدا. اتفضلوا معانا بقى. وهي برضو اللي عملت صلصه الدقوس دي، كنت عملتها في فيديو معاكم قبل كده، هي خدت الطريقه من الفيديو وعملتها. يلا كل البنات الحلوين بقى تتشطر وتخش تعمل مفاجاه زي دي لامها، مش لازم محشي يعني، والله لو كوبايه شاي وعملتها لها هتفرح بيها قوي. يلا واشوفكم في فيديو جاي، سلام عليكم.